السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعنا نلعب كراش ولقيته هنا في هالمرحلة هالكريستال أو الماسة الخضراء. نرجع من جديد لأن نسيت أخذ الكريستال ونسيت أسجل, فنرجع من جديد. ديل ديل شيء الغريب ليش انا هذا اها ها خذت انا اوريكم الطريق مو مشكله
قال لنا مرحلة واحدة ونروح الليفل الثالث، بس الالماسات هذه ما جمعتها كلها، لازم ارجع العب وعيد عشان اعرف وين اماكنهم بالضبط. طبعا لما تاخذ اول الماسة يطلع لك واحد يكلمك، مش هذا دكتور الشرير، واحد ثاني هني ما في الماسة لا في، بنحاول نطلعها من اول مرة. سنو باز، شوف الشوط هذا في الثلج، فبروح ما راح يكون الدبدوب. حلو بعد. شات ما يعطي فرصة، هذا في حل واحد. ايوه كذي، ايوه قنفذ في ال خلك محصور هنا.
انا ما اعتقد طلعت، بس ما ادري ليش كذي. اشوف مش جيم اوفر. اهم شي ما عندنا المرحلة هذي عشان الجيم اوفر، لانه اذا استوى زيرو فيس تعيد من جديد. فالالماس ما لقيناها. قلنا الباور عنده او الكهرباء مو بعالية. اها الزعيم براذرز، اسمهم كوميدو براذرز. كوميدو يعني نفس البوس. اوه اللي كنا قاعد في النص لين يوقفونا لداخل بعدين. سيرك هذا. اوه شت. اوه يا الغبي هذاك ضربه. حيلهم بينهم اظن تمساح وافعى. Bad.
ايوه نستانس. تروفي ام كوماندو نونو من اول مرة. حلو، مو بصعب واجد، بس لازم تتحرك اسرع منه لما يرمي السكين او السيف. ايه مكان الزعيم؟ بنوقف.